اسمي أحمد النجار، فلسطيني من غزة. جيت للندن بال 2003، ولكن بال 2005 أنا وبعض الأصدقاء اللي حبينا نبلش فرقة الدبكة بالأساس، وفرقة سميناها الزيتونة. السبب لتأسيس هاي الفرقة كان إنه على أساس كنا نشوف دايماً بالإعلام وبالميديا، بالذات الإعلام الأوروبي، في كتير شيء جاي بشكل سلبي على أخبار اللي بتصير بالشرق الأوسط وبالذات في فلسطين، فحبينا نعطي الناس هون الجانب الإيجابي والجانب الثقافي عن فلسطين. أخرجت كتير من أعمال زيتون المسرحية، والآن عم نخرج مسرحية اسمها أنا عندي اسمين، وهذا ما مخدين هذا الاقتباس من شعر محمود درويش. بالنسبة للمسرحيات اللي عملناها من قبل، كان ردة الفعل كتير إيجابية. لحد ما كان في ناس كتير متفاجئين من عراقة الثقافة الفلسطينية وأصالة الثقافة الفلسطينية، لأنه لما بنحكي عن بالمسرحيات بنحكي عن الجذور الأصالة الفلسطينية وجذور الدبكة. مع ذلك برضو إحنا خدنا الدبكة وحطينا عليها أشكال مختلفة من الرقص، اللي هو الرقص المعاصر، وإحنا بنتمنى يعني إنه الجمهور الأوروبي والجمهور البريطاني هون إنه يأخذ الفكرة الصح عن المسرحية وعن الثقافة الفلسطينية. طبعا يعني في شيء شخصي بيكون في كل مسرحيه انا كتبتها او اخرجتها، بالذات هاي المسرحيه في بتحكي عن شيء شخصي، ولكن برضو بتحكي عن معاناه كل الفلسطينيين اللي موجودين بالخارج بيعانوها، بالذات انه انت بتحس حالك اقل من اصدقائك الاوروبيين. في منهم يروحوا على فلسطين، في منهم يروحوا على القدس ويصلوا بالقدس إذا بيحبوا، ولكن أنت عشانك ابن هاي البلد اللي هي فلسطين ما في منك تروح عليها، فهاي بتحس بالمعاناة. الصعوبات اللي واجهتني في البداية كان كتير بالنسبة لنا تحدي إن نجيب شيء جديد للجمهور عشان يحبوا، ولكن عندك الجمهور البريطاني كتير جمهور راقي ومتعلم ثقافياً كتير، اللي عنده طموح يستمر عليه، يستمر على هذا الطموح، ومش مشكلة إذا صار إذا في البداية إذا ما نجحت تحقيق طموحك، استمر، الاستمرار هو النجاح بحد ذاته. حتلاقي اليوم اللي حيجي إنه هاي رسالتك أو هاي طموحك في أي شيء حيصل للناس، وحتصل أنت كمان لوين حابب. الاستمرار هو أهم شيء بالموضوع.